حيث أن الدول الأفريقية تساهم في نسبة الانبعاثات بنسبة 4% فقط، ولكنها تأثرت كثيرا بكل الأحداث المناخية التي حدثت في الفترة الأخيرة، وهذا يوفر فرصة للتمويل لأن يوفر تكيفا وتخفيفا، والذي أصبح من الأمور الهامة والأساسية. وإذا فإن الأمر يتمحور حول خطة تمويلية، وبدون تمويل لن نستطيع الوفاء بالتعهدات والالتزامات التي تم التصريح بها، وبالتالي نحن بحاجة إلى عمل جماعي وإرادة جماعية للتصدي لهذه القضية، سواء في الشرق الأوسط أو في المناطق المجاورة بشكل عام. شكرا. أشكر معالي الوزير. الكلمة التي ذكرها وهي التنفيذ، هل الأمر يتعلق بتنفيذ أهداف قائمة، أم أن يكون هناك إجراءات أصعب، أم أن الأمر أن نغير قواعد اللعبة تماما، أم جزء من كل هذه النقاط؟ هل هذا السؤال موجه لي؟ ألوك تفضل. نعم، نحن لدينا الأهداف والغايات، ودعوني أتحدث عن كوب 26، حيث أن أقل من 30% من اقتصادات العالم كان 30% يعاني بسبب كوفيد 19. وكما ذكر معالي صاحب السمو، فإن حكومة المملكة العربية السعودية أعلنت عن خطتهم للوصول إلى الصافي الصفري، وكذلك للمضي قدما في مجال تغير المناخ. ولكن هناك نقطة هامة ذكرها معالي الوزير، التمويل. واقع الأمر أنه بدون تمويل فإن التغيير سيكون صعبا للغاية. ونعم، لقد تحدث عن مئات المليارات. نعم، يجب، لم يتم هذا وضعه في هدف 2020، ونأمل أن يتم وضعه في العام القادم. ولكن هذا يبين أهمية وجود تريليونات من الدولارات، حرفيا تريليونات من الدولارات، من أجل هذا الانتقال ومن أجل دعم الدول النامية. إذا الإجابة الكبيرة هنا هي يجب أن إشراك القطاع الخاص، وكذلك أن يكون هناك إصلاح لهيكل التمويل، وأن نتأكد أن هذه الأموال العامة تستطيع تعزيز الكثير من الأمور. هناك الكثير من التمويل من القطاع الخاص في الشرق الأوسط وفي أوروبا وفي أمريكا الشمالية. نحن بحاجة إلى أن نجد طرق كيف نستطيع أن نضخ هذه الأموال في الأنظمة حتى نستطيع أن نصل إلى حلول. نحن لدينا الأهداف، ولكن نحن بحاجة لتنفيذها. نتفق بالكامل، لا يجادل أحد أنه ليس هناك حاجة للتمويل، ولكن واقع الأمر أنه في بعض البيئات، ليس كلها، نجد أن السياسات أو الأنظمة التي وضعت لا تسمح بالضرورة أن يحدث هذا. إذن من منا يستطيع أن يقول أن القطاع الخاص كلنا نستطيع أن نقول أن القطاع الخاص يجب أن يقوم بأشياء كثيرة، ولكن هناك من يقدمون التزامات في هذه القاعة، ليس فقط القطاع الخاص. إذن أحد الأشياء التي أطلقناها في كوب 26 هو أن يكون هناك شراكات عادلة في جنوب أفريقيا، وهذا ما تحدثنا عنه في كوب 26. أكثر من نصف مليار دولار من مجموعة السبعة ودول متقدمة أخرى، وكذلك من بنوك التنمية، حتى يكون هناك انتقال للطاقة النظيفة في جنوب أفريقيا. وفي كوب 27 وجدنا الرئيس رامافوزا يتحدث عن خطة الاستثمار. الهدف من هذا هو أن يكون لدينا خطة توجه الأموال الحكومية مع الأموال القطاع الخاص. وبالطبع هذا بحاجة إلى إصلاح تشريعي وسماح للقطاع الخاص بالعمل في هذا المجال، وكذلك العمل على شراكات أخرى مع ماليزيا وفيتنام وغيرها من الدول. وهناك نستطيع أن نرى مزيد من الإعلانات بعد ذلك.
إذن سأعطي سيادتكم الفرصة، ولكن أراكم تريدون الإجابة عن هذا السؤال، السؤال الخاص بالتمويل. كيف نستطيع أن نجعل بيئة مواتية نوفر بيئة موافية للتمويل؟ نعم، نحن ندرك التحدي، وأن التحدي خاصة في البيئة الاقتصادية الحالية، وأن هناك الكثير من الضغوط. ولكن كما قال نجات، سواء كانت صعوبات اقتصادية أو صعوبات سياسية، فإن إذا لم نعترف بوجود هذه الصعوبات فإننا نعزل هذه المناقشات عن آليات التنفيذ، وكذلك تكون بمعزل عن الظروف، وستعيق أي طرف من الأطراف من العمل، وسيكون وضعا صعبا. يجب أن نستكمل تركيزنا على التنفيذ، وأن نوفر التمويل المليار دولار كإظهار الثقة والالتزام، ونحن بحاجة إلى هذا التمويل من أجل، وكذلك تعزيز تمويل القطاع، التمويل المقدم من القطاع الخاص للمنشآت الحكومية. كذلك نحن بحاجة إلى إصلاح البنوك المتعددة من أجل خفض التكلفة وتوفير الحوافز والضمانات من أجل مشاركة أكبر للقطاع الخاص. ومرة أخرى، فإن المسألة الرئيسة هنا هي وجود إطار تشريعي، ويجب أن نرفع هذه الطموحات أثناء مؤتمر الأطراف هذا ومؤتمر الأطراف القادم 28، وفي كل مؤتمر أطراف يجب أن نستطيع أن نبين هذا للجمهور. لقد أتيت من اجتماع خاص بالشعوب الأصلية، هذه الشعوب الأصلية تأثرت بشكل كبير، أصبحت هذه المسألة مسألة حياة أو موت بالنسبة لهم، و هذه ليس سياقا للتفاوض، سياق طبيعي، ولكن نحن بحاجة إلى أن نضع مصلحتهم في المقدمة، لأن تغير المناخ يؤثر على معيشة هؤلاء الشعوب الأصلية والسبل حياتهم، ونحن لدينا مسؤولية إنسانية مشتركة، ونحن بحاجة إلى أن تنفيذ عمليات حقيقية يكون لها أثر حقيقي على الإنسان. نعم، تحدثتم عن كوب 28 وأن هناك موضوعات مستمرة، وبالطبع هناك زخم كبير تكون في هذا المؤتمر، مؤتمر الأطراف 27، وما الذي نريد أن نتأكد من، ما هي الرسالة التي نريد أن نتأكد أنها موجودة؟ وعندما نفكر بشكل استباقي، كيف سيشكل هذا الضغط حتى نستطيع أن نحقق ما نصب إليه؟ نعم، العام القادم سيكون حدثا فريدا، وستكون الحصيلة فريدة، حيث سنرى ما الذي وصلنا إليه. وكما ذكر معالي الوزير، يجب أن نكون أكثر طموحا، ونعم إن نتائج التقرير لا تبدو جيدة، ولكن من الهام أن ندرك من الآن كما ذكر معالي الوزير أن هذه القمة أو هذا المؤتمر مؤتمر تنفيذ، وهناك فرص نستطيع أن نغتنمها هنا في كوب 27 في مصر، وفي العام القادم في الإمارات العربية، ومبادرة السعودية الخضراء كلها تدفعنا إلى الأمام. بالنسبة لي سيكون من الجيد أن نرى أسواق إقليمية للكربون، وأن نقوم بزيادة الملاءة المالية وتعزيزها، كذلك الحراك من أجل وجود الكربون، عدم وجود الكربون أو إزالة
ذرات الكربون في أنحاء المنطقة. نحن جميعا نركز الآن على الهيدروجين والسي سي يو اس، والمملكة العربية السعودية تبذل الكثير من الجهد في هذا الصدد، ومن الجيد أن نرى ما تستطيع أن تفعله التكنولوجيا. هناك أمل، هناك ضوء في نهاية النفق، ونحن أعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، ولكننا بحاجة إلى أن نسير بشكل أسرع، ويجب أن ننظر لهذا كفرصة للمسارعة في هذه الجهود، لأن من سينظرون إلى الوراء سيفكرون فيما يحدث اليوم وفي العام وما يحدث العام القادم، وبالتالي يجب أن نوفر الأمل لكل هؤلاء الشعوب، لكل الشعوب. بالنسبة لمن يشاهدون هذا الحوار، ليس هذه الجلسة على وجه الخصوص، فإن السؤال موجه إلى صاحب السمو. إذا ما نظرنا إلى كيف أن السعودية تركز على مسألة البيئة وكذلك على هذه المسألة في المنطقة، إذن كيف تستطيعون المحافظة على هذا الضغط من أجل أن يكون هناك عالما أفضل؟ وبالتالي من الجيد أن نقول أن هذه فكرة رائعة، دعونا ننفذها، وبعد سنوات نجد أن هناك أحداث كثيرة حدثت ولم نستطع تطبيق الفكرة. إذن كيف ستقومون بهذا؟ أولا الإنجليزية لغتي الثانية، ولكن أقول نحافظ على الزخم. الزخم مستقل ويستطيع المحافظة على نفسه، في أن المملكة العربية السعودية بقائدها الشاب وبمساعدة الشباب والشابات، هم يريدون أن يقوموا بالأفضل من أجل المستقبل. لذا فإن لدينا فرصة أفضل مع الشباب لتحقيق هذه الطموحات، لأنهم الشباب هم من سيستفيدون من هذه الطموحات، وبالتالي فإن هناك فرصة أفضل لإظهار التزامهم، وخاصة أنهم سيستفيدون بشكل كبير من هذه المبادرات. نعم، إن فعل الخير يبدأ داخل الوطن. لا نستطيع أن نصل إلى الجميع إذا لم نبدأ بأنفسنا، وبالتالي يجب أن نضرب المثل وأن يكون هناك التزام واستمرارية حتى ترى المنطقة ما نقوم به. لذا فإن لدينا مبادرة السعودية الخضراء، ولدينا مبادرة الشرق الأوسط، لأنه على مستوى بيئي نحن بحاجة إلى هذه المبادرات، لأن المنطقة تأثرت بشكل كبير. لذا فنعم، نحن نعمل في مكان واحد ولكن نتابع ما يجري في المنطقة. كذلك رأينا دولا كثيرة تحاول أن تنفذ نفس الالتزامات، وإذا استطعنا حشد الجهود سيكون لدينا أسواقنا الخاصة، ومثل الجميع ما لديهم أسواق أخرى ونستطيع تسمية بعضها. في بعض الأحيان نتهم بأننا مفاوضين قاسيين أو صعبين، ولكن ألوك من الممكن أن يقول أنه أمضى وقتا كثيرا على سبيل المثال في مناقشة الفقرة السادسة، ولكن وعدتك في كلاسكو أننا سيكون لدينا السوق الخاص بنا، وهذا ما تحدثت عنه بالأمس. هذا الطموح ليس طموحي، هذا طموح الشباب، ويعتمد على الشباب، وسيكون له فرص أفضل كثيرا من أجل تحقيقه.
ألوك، هل نحن بحاجة إلى إجراء مناقشة مختلفة أو أكبر بشأن ضمان أن هذه الالتزامات أكثر إلزاماً؟ هناك من هم في سياق بيئة السياسات وسيطرحون هذا السؤال، وربما أن هذا سؤالا مطروحا فيما أن هذه الالتزامات ليست ملزمة. ماذا عن فكرة الإلزام؟ هل هي مسألة أننا علينا أن نقبل أن هذه هي طبيعة هذا الأمر؟ ولكن كيف بالرغم من ذلك نضمن أن الالتزامات ليست مجرد كلمات؟ بالطبع هناك بعض البلدان لها بعض الالتزامات القانونية والتي صاغت بعض هذه الالتزامات في قوانين، ولكن الأمر أيضا متعلق بالحالة الاقتصادية. وعندما نتحدث عن فكرة الهيدروجين، هذا إقليم يمكن إنتاج الهيدروجين فيه بتكلفة منخفضة للغاية، وكما تحدث صاحب السمو الملكي أن هناك الكثير مما يجري في السعودية بشأن هذا الأمر. وإذا نظرنا إلى هذا الإقليم فثلثاء المساحة موجود ويمكن استخدامه في الطاقة الشمسية، أيضا 50% لها قدرة على توليد طاقة الرياح. إذن فهناك الكثير يمكن فعله. كما ذكر صاحب السمو الملكي فكرة ضرب القدوة والمثل في القيادة، وهذا هو مناط القيادة، ليس فقط أن يقوم الآخرين ولكن أن تقوم أنت نفسك بهذا الأمر. فكرة عدم الانزلاق إلى الوراء، لقد أجرينا مفاوضات حثيثة في غلاسكو وفي باريس، وفي وجهة نظري لابد أن تكون هذه المفاوضات هي الخط الأساس بالنسبة لطموحنا. وأعتقد أن الشباب سيقلقون كبيرة إذا حدث أي انزلاق إلى الوراء، ولقد تحدثنا عن الحفاظ على هدف الدرجة ونصف بحد أقصى، ولابد أن نضمن أن هذا الهدف جزء أصيل من هذه العمليات. وأي حوار بشأن الخسائر والأضرار والتكيف وأي إجراءات أخرى فسيزيد الأمر سوءا إذا لم نحافظ على هدف الدرجة ونصف. معالي الوزير شكري، كنت تومئ برأسك بشأن عدة نقاط أبداها صاحب السمو الملكي وأيضا ألوك. علينا أن نركز، وأيضا ألوك أريد أن أركز على ما قلته لتوك فكرة الهدف الدرجة ونصف. عندما نرسم صورة لما حدث من قبل ونرى أن هذا الهدف قد انخفض بنسبة كبيرة، فما مدى فعالية ما تم بالفعل؟ وهل يمكنني الآن أن أطلب منك مرة أخرى أن تعلق على مسألة الإلزام، ليس فقط في حالة مصر ولكن أيضا في ضمن المنظور الشامل، لكيف تشجعون أثناء المفاوضات على الالتزام الذاتي لكي يلزم الناس أنفسهم بهذا الأمر دون أن يكون هناك نص إلزامي واضح؟ بالطبع طبيعة النظام المتعدد الأطراف واتفاقات الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ يعني هي ما هي، وسنعرضها للخطر إذا حاولنا أن نخلق منها شيئا هي ليست كذلك عليه. وفكرة أيضا علينا الانتقال إلى النسق الملزم قانونا، لا يمكن القيام بذلك دون اتفاق والاعتراف بقيمة المضي قدما، ولكن هناك أطراف ليسوا على استعداد أن يكون التزامهم على المستوى الوطني مسألة إلزام ومسألة توافق،
بشأن أهمية العمل المناخي، وبالتالي علينا أن نتحلى بالعملية وأن نمضي قدما ونتطور بالطريقة التي تؤدي إلى أكثر من غيرها إلى النتائج المرجوة. ولكن هناك توصيات، هناك جمعيات مجتمع مدني، هناك سكوك قانونية، وهناك حكومات عليها أن تقدم الحوافز بدلا من الضغط من أجل ما هو آت، ولابد من تسليط الضوء على ذلك. ومثلا التمثيل الواسع للمجتمع المدني في هذا المؤتمر والذي نثمنه، وفكرة الاستماع إلى الآراء بشكل أوضح، وخصوصا في ظل الأسبوع الثاني من المناقشات. نحن هنا كمسؤولين نخدم ونلبي احتياجاتهم، ولابد أن نبقى ملتزمين بذلك. وأتمنى أن وربما أتكهن بأن بما سنفعله للحفاظ على طموحنا، ولكن هناك حد أدنى اتفقنا عليه في باريس وغلاسكو، ولابد أن لا نقل عن هذا الحد الأدنى، وعلينا أن نتفق على هذا الحد الذي اتفقنا عليه. ولقد سمعت الكثير عن هذا الاتفاق، وهل يمكنني أن أعطيكم فرصة أخيرة كل منكم للإدلاء بكلمة ختامية؟ أرجو أن تقصرها على وقت قصير قدر الإمكان. شيء واحد نريد أن نضمن أنه سنخرج منه بمؤتمر 27 ويمتد بنا إلى مؤتمر 28 لضمان العمل المناخي. ما هو هذا الشيء؟ التنفيذ، التنفيذ والتنفيذ. أعتقد أننا أوضحنا هذا الأمر. يمكنني أن أواصل وأواصل. التنفيذ في النصوص القانونية، في التعهدات المتعهد بها. إذا لم يكن هناك زخم على مستوى المسؤولين، وإذا لم تكن هناك اتفاقات، وإذا لم يكن هناك اقتناع بهذه الأهداف، فلن نحققها. صاحبة المعالي، القيادة بالمثل، بالقدوة. البلدان بحاجة إلى قيادة من أجل تحقيق الحياد الصفري. شكرا جزيلا. ألوك، نحن نجدد التزامنا بدرجة ونصف كما اتفقنا عليها في غلاسكو وفي باريس، وسأعود إلى النقطة التي ذكرها صاحب السمو الملكي بشأن اجتماع مجموعة العشرين العام الماضي، وفي اجتماع وزراء خارجية الطاقة والمناخ. وهناك قادة لمجموعة العشرين، ما أريد منهم أن يتقاسموا نفس مستوى الطموح الذي كانوا يتمتعون به في مؤتمر العام الماضي في هذا المؤتمر هذا العام، لأن القيادة من مجموعة العشرين والالتزام بما تم الاتفاق عليه في باريس وغلاسكو هو أمر حيوي. صاحب السمو الملكي، أمر اتفقنا عليه في كلا المنتديين هو أن نولي التزاماتنا تجاه الملياري و600 مليون نسمة من سكان هذا العالم الذين يحاولون أن يكسبوا عيشهم بحرق الأشجار وبالطهي باستخدام الأدوات البدائية من أجل إطعام أنفسهم وأبنائهم. أود أن أنتهز هذه الفرصة وأن أوجه الدعوة إلى العالم، ولابد أن نتحلى بالشمول ومراعاة احتياجات الجميع. لا يجب أن نحيد ببصرنا عن ثلث سكان العالم الذين إن لم نراعي رفاههم فسنتسبب في قضايا أكثر خطورة لتغير المناخ، حيث سنزيد من البصمة الكربونية لهذا العالم، وبالتالي
لهذا السبب فنحن تسامينا بطموحنا إلى 10 مليارات شجرة، وأعتقد أن هذا سيسمح لنا بأن نسمح بإنقاذ رفاه 2.6 مليار نسمة، وإن لم ننتبه إليهم فلا أقدر أن أرى كيف سنواجه هذه القضية بشكل عالمي. وستظل محط نظر في غير محله. السيدات والسادة، صاحب السمو المعالي الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة، والسيدة صاحبة المعالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات العربية المتحدة، وصاحب المعالي السيد سامح شكري وزير الخارجية المصري ورئيس المعين لمؤتمر الأطراف 27، والسيد أنوك شارما رئيس المؤتمر 26. شكرا جزيلا. صاحب السمو الملكي، تريد أن تلقي كلمة إضافية؟ نعم، مرة أخرى، بموجب التحلي بالروح الاستباقية أود أن أقول شكرا. أنت تعطينا قائمة مهمة بالمهام التي يتعين علينا إنجازها. شكرا جزيلا لكم جميعا على آرائكم وعلى الدعوة.